يلا أندرا قلي لي شو الخطة تبعك؟ أنا رح أحرجها اليوم. ومو بس هيك يا سارو، الشي اللي عملته رح يشوه لها سمعتها. ورح تشوفي مو بس السيد هوندا، لا وكمان حتى زوجها اللي عمره 70 سنة رح يتخلى عنها كمان. وما رح يبقى لحدا مسكينة، ورح تخسر كل شي. تتذكري الرسمة تبعي؟ ما قلت لك إنه الخلخال كانت الهاية؟ سارو بصراحة لعلمك أنا مو بس نزعت لها الخلخال، أنا نزعت لها الكنزة تبعها كمان. طالع شكلك بجد. أندرا كيف فيكي تعملي هيك؟ يعني ما لقيتي غير هالشغلة لتعمليها؟ وكمان بدك تشوهي لها صورتها قدام العيلة؟ لا يا أندرا، هذا الشي غلط كبير. كل شي ممكن يصير مشان الحب. واليوم وخلال مراسم الحنة تبعي هي رح تخسر سمعتها وللأبد. طيب مو جودان كان بدها ترقص قدام السيد هوندا؟ أي معناتها هي وعم ترقص رقصتها رح ينفكوا خيوط الكنزة تبعها واحد ورا الثاني، ورح تشوفي لما ينفك الخيط الأخير أصغر حماية بالهند رح تصير مشهورة، مو بس ببلدنا لا وكمان بكل العالم. اليوم أنا وأخيراً رح أخذ بتاري منها، بس مع شوية حيل. استني، وفستانك حلو كتير عن جد، اللون تبعه مميز. ليش أنترا مبسوطة كتير؟ أكيد عم تخطط لشي. منشوف. معناتها هي هي خطتك. هيك نزعتي خلخالي لأوقع وأنا عم برقص؟ مفكرة هيك رح تقدري تهزميني؟ مو معقول. انتي عرفتي؟ ايه بس منيح. تعرفي هذا الشي بيدل على انك برفقتي صرتي ذكية كتير، منيح مو هيك؟ مثل ما شفتي كان بس مجرد احتياط، ما في داعي اعمل مجهود كبير لحتى اهزمك، انا رح اربح. بالتوفيق، كوني مستعدة. اشربي مي؟ ما في داعي، رح روح. باي. شو كان في داعي انك تقولي لأنترا انك عرفتي بخصوص خطتها؟ هيك رح تصير حذرة اكتر، صح؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.